لاحظنا بالسنوات الأخيرة ارتفاع ملموس لعدد الفقراء في لبنان. كان بالأول عم بمثل تقريبا 28% من الشعب اللبناني، حاليا بالسنوات الأخيرة زاد أكثر من 170,000 فقير وأصبح يمثل 32% من الشعب اللبناني. من هال 32% من الشعب اللبناني في عندك تقريبا 8% من هون، أي تقريبا 300,000 لبناني يعيشون تحت سقف الفقر المدقع، يعني يعيشون يوميا بأقل من 2.5 دولار يوميا، والباقي يعيشون تحت سقف أي 28% الباقيين يعيشون تحت سقف الأعلى أي بأقل من 4 دولار يوميا. أما توزيع الفقراء في لبنان فنلاحظ على أن النسبة الكبيرة جدا من الفقراء يعيشون في الشمال وفي البقاع، أي حيث معدل الفقر هناك يتجاوز 52%. وفي الوقت نفسه إذا أردنا ننظر إلى القطاعات الاقتصادية في لبنان نجد أن الفقر نسبة الفقر الأعلى نجدها في قطاع الزراعة وفي قطاع البناء. وفي الوقت نفسه إذا أردنا أن نجد روابط نجد يوجد روابط بين الفقر في لبنان ونسبة التعليم، أي نسبة الأميين في لبنان هي النسبة التي تحظى بأعلى نسبة من الفقر في لبنان أكثر من 60%. وأيضا إذا أردنا أن نربط بين الفقر والعمر الإنسان نجد على أن الفقر عند الطبقات الفقيرة والمتدنية هي الأعلى في لبنان. من عوامل الفقر في السنوات الأخيرة حيث ازداد أكثر من 170,000 فقير في لبنان متعددة. أولا يعود ذلك على أن زيادة البطالة في لبنان ارتفعت بالسنوات الأخيرة بسبب النزوح السوري، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 11% من القوى العاملة إلى 25% من القوى العاملة، وطرد بشكل أساسي الشباب حيث وصلت أصل البطالة 34%. المعاشات بلبنان ما عم تساعد أي إنسان، يعني اللي بيقبضهم من هون بيسكرهم ديونات العلاج أو بيدفعهم لأشياء عنده إياها مثل الأولاد أو شيء، فواحد عم يبرم صار يشتغل أكثر من شغل لحتى يقدر يكفي معاشه ليكمله لآخر الشهر، أو يمكن ب15 بتلاقيه عم بتدين لحتى يكمل لآخر الشهر، بيرجع بتدين مرة تانية بقضيها ديون لحتى يسكرهم لكذا كذا، فما بيطلع معه شيء آخر الشهر. كل موظف أو كل عامل بيقبض طبعاً، مجرد ما يقبض معاشه قبل ما يفوت على بيته بكون طبعاً طار المعاش وما ضل في شيء، وبنفس الوقت بيكون مسكين ما عنده مدخول تاني، عرفتي كيف؟ سو هيدي هي، يعني شو بدنا نقول أكتر من هيك، إنه الله يفرج علينا وعلى هالبلد يا رب هيك ويزدهر ويصير في شغل ويترقفوا بالعالم وبالناس وبالموظفين. معاش يعني اسمه ما عاش، يعني هاي اول نقطه. ثاني نقطه، يعني اول شيء مثلا تاخذ المعاش قد ايه؟ مثلا 1 شهر 15 شهر او 10 شهر يعني ماكسيموم، وبطل معك ولا ألف ولا حق قلب الدخان، مثلا بتقضيها طرابيش، بتعرف اصحابنا الشباب كذا، من هيدا بدق لهيدا بدي مصاري هيك. والمشكله اللي اكبر من هيك انه بيجي الشهر اللي بعده مثلا 1 شهر تدفع اللي قبضتيهم كلهم ديون. المعاش يعني 5 شهر بكون خالص، انسى ولا ليره بيبقى، وبيروح يعني تقسيط مدارس هيك، ما بضلش نقعد بلا لاخر الشهر بلا شيء.